مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم. تواجه منطقة القرن الإفريقي ولا سيما إثيوبيا والصومال وكينيا التي تشهد موجة جفاف غير مسبوقة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي مما يهدد ملايين الأرواح بشرق إفريقيا التي تعاني بالأساس من تابعات النزاعات وآثار تغير المناخ التي دفعت آلاف الأشخاص إلى النزوح. من جانبه قال صندوق النقد الدولي إن 48 دولة هي منكشفة تماما على تداعيات أزمة الغذاء الدولية، ونصف هذه الدول معرض للخطر، مشيرا إلى أن أزيد من 140 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لانعدام الأمن الغذائي. للمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا ويسرنا أن تكون معنا السيدة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وينضم إلينا أيضا الأستاذ آدم شيخ حسن حسين مدير مركز القرن الإفريقي لدراسة السياسات من مقديشو. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دعنا نبدأ من الصومال من مقديشو. سيد آدم شيخ حسن حسين، ما هي حقيقة تجليات هذه الأزمة، أزمة الغذاء لديكم؟ شكرا أولا على الاستضافة وإتاحتكم لي بهذه الفرصة. المجاعة إلى حد ما بدأت تنتشر في إفريقيا عموما وفي الصومال بشكل خاص، ولعلها تعود إلى عدة أسباب يعني متداخلة، منها موضوع المناخ الذي صار الآن مشكلة عالمية، مشكلة دولية، بحيث يعاني الصومال من الجفاف المتكرر وفقدان أو غياب الأمطار لثلاثة مواسم أو حتى أربعة مواسم متتالية، مما أثر على المحاصيل الزراعية وحتى أدى كذلك إلى نفوق المواشي وتلف المحاصيل الزراعية. طبعا بطبيعة الحال تأتي الصراعات في من أهم الأسباب التي تسبب المجاعة في الدول خاصة في إفريقيا. فالصومال كما تعرف تعاني من صراعات كذلك لم تكن مجرد صراع أو حرب أهلية بين الصوماليين، وإنما كذلك قد توردت بها الحركات المتطرفة أو المنظمات الراديكالية، الأمر الذي أثر كثيرا على مناطق كاملة خاصة في جنوب الصومال ووسطه، والأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل وأن الحكومة لا تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية لمواطنيها. طيب، في تقديري كل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى جفاف متكرر وإلى نقص حاد في المواد الأساسية، ولذلك الصومال يأتي اليوم في ضمن الدول التي لا تستطيع التي تتوجس من أمنها الغذائي، ولا تستطيع حتى أن توفر الدولة لمواطنيها تلك الخدمات الأساسية من سلع ومواد أساسية. شكرا لك سيد آدم شيخ حسن حسين. أستاذ ريم ندى من القاهرة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، أرحب بك من جديد. ما هي مؤشرات القلق والخطورة التي لديكم عن الوضعية المتعلقة بأزمة الأمن الغذائي؟ مرحبا بك. طبعا العالم كله وليس فقط منطقة القرن الإفريقي أو القارة الإفريقية أو حتى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، العالم كله يواجه أزمة غذاء غير مسبوقة، لم نراها حتى في أزمة الغذاء في عام 2008 و2011، لأنه الآن ليس هو نفس العالم الذي كان موجودا قبل 10 سنوات أو أكثر. العالم الآن خرج من عامين من جائحة الكوفيد، هناك أزمة المناخ كما ذكر ضيفك الكريم التي تؤثر بصورة كبيرة على الإنتاج، خاصة في قارة إفريقيا التي هي تعد من أكثر المناطق عرضة أو تأثرا بأزمة المناخ القائمة. وطبعا الصراعات السياسية والصراعات المسلحة في منطقة القرن الإفريقي وأيضا القارة كلها
المنطقة العربية هي يعني أدت بشكل كبير إلى طبعا الهجرة الداخلية وحتى الهجرة إلى خارج هذه البلدان التي تواجه مشاكل وصراعات تؤدي أيضا إلى الجوع، تمت الهجرة منها، وأيضا هجرة المجتمعات الرعوية والزراعية مما أثر على الإنتاج ووفرة الغذاء في هذه المناطق. بالنسبة لمنطقة القرن الإفريقي التي تحدثتم عنها، هناك 26 مليون شخص هم في المستوى الثالث من التصنيف المرحلي للغذاء، وهو ما يعني أنهم على بعد يعني هم قاب قوسين من الاقتراب من الظروف تشبه ظروف المجاعة. طبعا عندما تزداد الوفيات المرتبطة بالجوع وتكون نسبة سوء التغذية بين الأطفال دون الخامسة عند أعداد معينة، تعلن المجاعة. لم تعلن المجاعة بعد، ولكن هناك محللون يتوقعون أن الصومال التي من المتوقع أو تنظر إلى موسم خامس من الجفاف بعد 4 مواسم متتالية من الجفاف، فإذا لم يكن هناك تدخل سريع، تدخل إنساني، مساعدات غذائية، سيتعرض الآلاف للموت بسبب نقص الغذاء. التقديرات أن قد يصل هذا إلى 4 أطفال أو 2 من كل 10,000 شخص كل يوم. فطبعا هناك 6 دول من ضمنهم كينيا وإثيوبيا والصومال في منطقة القرن الإفريقي وأيضا اليمن، هذه الدول هي تنظر إلى المجاعة أو يعني تقترب من المجاعة، ويحول بينها وبين المجاعة هو المساعدات الغذائية. طيب، شكرا لك. دعينا فقط نستوضح من ضيفنا من مقاديشو أيضا تداعيات هذا الوضع الآن، ونحن في الموسم الخامس من مواسم الجفاف التي جاءت متتالية في هذه المنطقة. هل أثر ذلك على حركية الناس؟ هل هناك نزوح مثلا من مناطق إلى مناطق أخرى لربما تكون فيها آمال العيش أكثر إيجابية؟ بالتأكيد يعني هناك نزوح داخلي، خاصة هذا النزوح اللي يأتي من القرى والأرياف والأماكن النائية إلى المدن الرئيسية. يعني خاصة إذا ذهبت إلى اتجاه الجنوب أو أقصى الجنوب، ستجد أن كثير من المشردين داخليا بدأوا يتحركون من قراهم، من مناطقهم البعيدة نحو المدن الرئيسية، وهذا ما يتجلى بوضوح إذا ذهبت إلى بيضاوة وهي حاضرة ولاية جنوب غرب الصومال، وكذلك تجدها في مدينة كسماي وهي حاضرة لولاية جوبلاند. يعني تجد هذه الأمثلة كثيرة في جنوب الصومال ووسطه، وكذلك ربما الحال حتى في جمهورية أرض الصومال أو في ولاية أرض الصومال التي أعلنت انفصالها من جانب واحد، وهي التي تقع جغرافيا في الشمال. نفس السيناريو ربما ينطبق على ولاية بنتلان. فعموما هذه الهجرة الداخلية بدأت، والتشرد الداخلي هو نتيجة طبيعية لفقدان الأمطار وللجفاف المتكرر. كذلك حتى المزارعين باتوا لا يستطيعون أن يزرعوا مزارعهم، إضافة إلى الكثير من المعاناة التي أجبرتهم إلى اللجوء إلى المدن الرئيسية للكسب وسائل جديدة من وسائل كسب العيش، طالما فقدوا وسائلهم القديمة في كسب عيشهم. طيب، في تقدير العالم، لكن هناك أمر يجب أن ننبه في هذا السياق، وهي أن الحكومة الصومالية قد رفعت حالة التأهب متمثلة بسياسات الرئيس الذي جعل من أولوياته محاربة الجفاف وتكثيف الجهود المحلية مع الجهود الدولية للاستجابة السريعة لمتطلبات هذا الجفاف، وحتى لا تصل إلى مرحلة المجاعة لا يمكن احتواؤها. فبالتالي الحكومة الآن في حالة تهوب. طيب، هناك مبعوث خاص بهذا الخصوص. شكرا. نعم. طيب، شكرا لك أستاذ آدم شيخ حسن حسين، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. نذهب إلى القاهرة مع ريم ندى. هذا الوضع الذي هو في الواقع استثنائي كما ذكرت أنت، وموجة جفاف هي الأشد وهي الأوسع منذ أكثر من 12 سنة تقريبا أو 13 سنة، ما الذي يضعه كتحديات أمام برنامج الغذاء العالمي؟ هي
أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما. والصومال يعني يجب أن نذكر أن الصومال يكافح يعني له 10 سنوات، كان هناك 3 مرات يمكن أن يتعرض فيها الصومال للمجاعة ولكن تم تفادي حدوث ذلك. المرة الأخيرة التي كانت أعلنت فيها المجاعة في الصومال كان في عام 2011. بالنسبة لكيف يمكن تفادي هذا، للأسف يعني الآن نحن نحتاج إلى التحرك السريع، وهو التحرك في تقديم المساعدات الغذائية للأشخاص الأكثر احتياجا في منطقة القرن الإفريقي كله. هناك ملايين من الأشخاص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية، كما ذكرت 26 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية، ولكن يعني مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، تسارع الأزمات سواء كانت أزمة أسعار الغذاء والوقود، أزمة الحرب الأوكرانية التي جاءت في أعقاب جائحة كورونا لتقضي على الباقية من يعني الآمال، قدرة الصمود للأشخاص الأكثر فقراً وكما ذكر ضيفي، خاصة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، المناطق التي تتعرض للجفاف، أو في مناطق الصراع، المناطق التي تتعرض لصراعات مسلحة. الآن برنامج الأغذية العالمي مثلاً على سبيل المثال، وهو أكبر مستجيب للعمليات الإنسانية من حيث توفير الغذاء، نحن يعني هذا العام نحن ننظر إلى مساعدة أكثر من 150 مليون شخص في أكثر من 120 بلد. حتى الآن وصلنا إلى حوالي 120 مليون شخص منذ بداية عام 2022، ولكن تمويل برنامج الأغذية العالمي الذي هو الآن يبلغ أو تبلغ التكلفة الوصول إلى هؤلاء الأشخاص 24 مليار دولار أمريكي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ برنامج الأغذية العالمي. نحن بدأنا هذا العام ب 18.4 مليار دولار، زاد هذا إلى 6 مليارات من الدولارات بسبب الحرب في أوكرانيا، بسبب التي أثرت على أسعار الأغذية وإمدادات الغذاء. ولكن الآن بعد اتفاقية البحر الأسود نأمل، يعني حدثت انفراجة في أسعار الغذاء، ولكن تظل الاقتصاديات العالمية وأيضا بصورة خاصة اقتصاديات البلدان الأكثر فقرا أو البلدان التي تتعرض لمشكلات سواء يعني أو بلدان دخلها ضعيف، هي تحتاج إلى مساعدة المجتمع المدني، وتحتاج إلى مساعدة المنظمات الإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة حتى تستطيع الوفاء وإنقاذ الأرواح، إنقاذ أرواح مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون على حافة الجوع. هناك الآن في العالم 50 مليون شخص يعيشون على حافة الجوع، وهو المستوى الرابع من التصنيف التكاملي للتغذية، وبعده يعيشون في ظروف أشبه أو ظروف هي شبه المجاعة، وهو التصنيف الخامس. إذا زاد هذا العدد تعلن المجاعة كما ذكرت. فالحل الآن هو التعامل أيضا بجانب المساعدات الآنية الوقتية العاجلة، التعامل مع التحديات، ضمان استقرار البلدان، العمل على السلام وحل الصراعات التي تؤثر بصورة أكبر على الأكثر ضعفا. هم من يتحملون فاتورة الصراع، هم من يتحملون فاتورة الأزمة المناخ التي أثرت على وفرة الغذاء وأسعار الغذاء، المشروعات التي تساعد المجتمعات الرعوية والزراعية على التكيف مع أزمة الغذاء وإنتاج المزيد من الغذاء هي أيضا مطلوبة في هذه المرحلة في الحل على المدى المتوسط والطويل. شكرا لك سيدة ريم ندى. أستاذ آدم شيخ حسن حسين من مقديشو، هذه الوضعية أنت أشرت إلى أن هناك جهود حكومية من أجل لنقول التخفيف من وطأة هذه الأزمة،
لكن ما هي الحاجيات التي عبرت عنها الجهات الرسمية؟ هل مساعدات غذائية مباشرة أم أن هناك آمال لربما في لنقول تنشيط العمل الفلاحي وغير ذلك؟ أم أن الجفاف لا يسمح بإمكانية تعزيز أو دعم الأنشطة الفلاحية في هذه الظرفية؟ الحكومة الصومالية طبعا تبذل جهود وعلى عدة اتجاهات، في أكثر من اتجاه بالأحرى، لكن كما تطرقت إليها ضيفتكم، فالمشكلة مشكلة الجفاف ومشكلة المجاعة المنتشرة حاليا في كثير من البلدان في إفريقيا، تحديدا هنا في القرن الأفريقي، نفس الحالة حتى تجدها في أثيوبيا، في كينيا، في دول كثيرة تعاني منها الصراعات مثل اليمن. فبالتالي هي نتيجة لعدد من العوامل، منها مثلا جائحة كوفيد التي تعرضت لها، هذه جائحة كوفيد التي أضرت باقتصاديات الدول، وكذلك الحرب المتجددة بين الحرب التي حدثت بين أوكرانيا وروسيا والتي أدت إلى نوع من ارتفاع الأسعار العالمية. حتى الدول القوية التي تستطيع أن تؤمن غذائها الآن باتت تعاني من مشاكل وضغوطات اقتصادية، فبالتالي الدول الهشة أو الضعيفة أو العاجزة والتي هي غير قادرة على أن تلبي كل الحاجات الأساسية لمواطنيها، فالحديث هنا عن توفير خدمات مهمة أو جيدة لمواطنيها في أثناء المحن تكون في ضربة من ضروب الترف الفكري أنا في تقديري. لكن مع ذلك الحكومة الصومالية على ضعفها وقلة إمكانياتها تبذل جهود فيما أسلفت إليه الإشارة وفي أكثر من اتجاه، فبالتالي تقديم المعونة الغذائية وتنظيم المجتمع داخليا، تنشيط عناصر المجتمع المدني للتكاتف والتكافل داخل الصوماليين، حتى إضافة إلى ذلك هناك جهود مبذولة في المهجر بحيث الصوماليين ينتشرون بكثافة في العالم الخارجي، يستطيعون أن يساهموا في تخفيف المعاناة من شعبهم، إضافة إلى جانب التنسيق بين الهيئات الإنسانية العاملة في المجال الخيري، منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي إلى آخر ذلك من المؤسسات المهمة، والنداءات التي ترسلها الدولة بين الفينة والأخرى إلى الدول العربية الشقيقة لتساهم في مثل هذه الأمور. فبالتالي هناك أكثر من جهة أو من اتجاه تبذل فيها الدولة الصومالية، وحتى الرئيس الصومالي عين مبعوثا خاصا لهذا الأمر، وهذا المبعوث طبعا تجول في عدد من البلدان، منها دول عربية بطبيعة الحال ومنها دول العالم، وكانت آخر حركاته في نيويورك للفت النظر إلى مشكلة الصومال في محنته الحالية وليخرج من هذه الأزمة التي تكاد يعني أن تصل إلى حد المجاعة. وقد الرئيس طبعا في أكثر من موقف دق ناقوس الخطر، لأن البلاد على حافة هاوية، فبالتالي يجب أن ننتبه لمثل هذه الأمور. طيب. والمجتمع كله الآن تكاتف أو بدأ يلبي نداءات حكومته وخاصة طيب. نداءات الرئيس من هذه المشاكل والمعاناة. شكرا لك أستاذ ريم ندى. هل لديكم الإمكانيات الكافية الآن للاستجابة الظرفية للحاجيات المعبر عنها في هذه المناطق، سواء تعلق الأمر بمنطقة القرن الإفريقي أو حتى في الدول العربية التي فيها كثافات سكانية تعاني من أزمة الغذاء، سواء تعلق الأمر باليمن أو سوريا أو غير ذلك؟ للأسف لا. يعني كما ذكرت أنه برنامج الأغذية العالمي يلزمه 24 مليار دولار على مدار هذا العام للوفاء باحتياجات الناس في أكثر البلدان احتياجا إلى المساعدات الغذائية، ولكن يعني لم يحصل البرنامج إلا على ثلث هذا المبلغ، 8 مليار من الدولارات. نحن طبعا يعني نثمن على مساعدات الدول المانحة، وأيضا يعني نحن في وضع صعب، لأن حتى تكلفة برنامج الأغذية العالمي، يعني التكلفة التشغيلية وأسعار الحبوب التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي، كل هذا أدى إلى زيادة نفقات البرنامج بحوالي 50 مليون، أكثر من 50 مليون دولار شهريا. حتى
مع انخفاض أسعار الغذاء عالميا في الأربعة أشهر الماضية، بعد خاصة بعد اتفاقية البحر الأسود وحدوث انفراجة في الصادرات من روسيا وأوكرانيا التي يعتمد عليها بشكل شبه يعني 80% من احتياجات المنطقة الإفريقية والمنطقة العربية هي تأتي من منطقة البحر الأسود نظرا لقرب المسافة، ولكن هذا لم يترجم في أن أسعار الأغذية هي منخفضة، هي تظل في مستويات أعلى من مستوياتها العام الماضي. فطبعا يعني هناك حاجة ماسة إلى يعني لمساعدة الدول المانحة التي هل أيضاً تعولون على استجابة سريعة جدا في هذه الظرفية من خلال حملات إعلامية أو أشياء من هذا القبيل؟ لديكم آمال أن توفروا ما هو مطلوب في الآجال المثلى؟ يعني هو برنامج الأغذية العالمي يعني كما قلت هو يدق نقص الخطر له أكثر من 6 أشهر أو حتى عام، في خاصة بالنسبة لمنطقة القرن الإفريقي، ولكن يعني لا يجب أن يتحرك العالم عندما يرى أطفالا ونساء وحتى رجالا يموتون على شاشات التلفاز، فعندما يحدث هذا يكون قد فات وقت إنقاذهم. بالنسبة لمخزوناتكم في هذه المناطق، هل هي كافية على الأقل لتفادي الأسوأ، تفادي المرور إلى المرحلة الخامسة وما بعدها وإعلان المجاعات من أجل تأخير هذه الأزمة على الأقل ريثما تتوفر إمكانيات جديدة، أم أن هذه المخزونات غير كافية؟ للأسف في بلدان كثيرة وليس فقط في إفريقيا ولكن على مستوى العالم، على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى الوطن العربي، اضطر البرنامج، وأيضا في آسيا اضطر البرنامج إلى خفض مستويات المساعدات ليصل إلى الأشخاص الذين هم على حافة الحاوية. فنحن يعني بنقول منذ بداية هذا العام أننا نأخذ الغذاء من فم الجوعة لنطعم الأكثر جوعا، فللأسف نقص التمويل يعني أننا نضطر إلى اتخاذ إجراءات صعبة من شأنها أن الأشخاص الذين هم أقل جوعا لا نستطيع الوفاء باحتياجاتهم، مما يعرضهم أيضا للخطر. فبرنامج الأغذية العالمية تمنى أن يستطيع توفير الأموال اللازمة، أن يعني تهب الدول المانحة التي نحن نقدر أنها هي نفسها اقتصاديات هذه الدول تمر بفترة صعبة، ولكن يعني ثمن انزلاق بلدان كثيرة إلى هذا المستوى من الجوع هو يترجم إلى صراعات، يترجم إلى هجرة داخلية وخارجية، وأيضا إلى يعني اضطرابات سياسية يود العالم أن يتلافى. شكرا جزيلا لك سيدة ريم ندى، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا لك على المشاركة معنا، نتمنى لكم التوفيق. نشكر أيضا ضيفنا من مقديشو الأستاذ آدم شيخ حسن حسين، مدير مركز القرن الإفريقي لدراسة السياسات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبإمكان مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة هذه الحلقة والمزيد على موقعنا الإلكتروني mediantv.com. نلتقي في منتصف النهار و30 دقيقة في زاوية جديدة من موضوع اليوم نتحدث فيها عن الدخول السياسي والبرلماني في المغرب، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.